أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال. والمبادرة معناها المسارعة وانتهاز الفرصة التي أعطاك الله، ولا تضيعها بالتباطؤ والتكاسل والخمول، فإنها تذهب ولا ترجع إليك. فبادر بالأعمال قبل أن تأتي فتن، ما دمت معافى، ما دمت في أمن واستقرار، في عافية، فبادر هذه الفرصة واشتغل بالأعمال الصالحة ولا تضيعها، فإنها إذا جاءت الفتن شغلتك، إذا جاءت الفتن والعياذ بالله شغلتك عن العمل. ولهذا قال: بادروا بالأعمال فتنا، مفعول، قبل، يعني قبل حدوث هذه الفتن، لأن المؤمن ما دام في أمن واستقرار متمكن من العمل، فإذا حدثت الفتن انشغل، وقد يدخل في الفتن أيضا، قد ينشغل عن العمل، وقد يحصل أكثر من ذلك، وهو أنه يدخل في الفتن وتحوشه الفتن والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يبادر زمن الإمكان، وإذا جاءت الفتن فليعتزلها ويتمسك بدينه. وصفها صلى الله عليه وسلم لأنها شديدة كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم لا يبصر الإنسان فيها الطريق الصحيح، ويلتبس عليه الأمر، وهذا أشد الفتنة، إذا التبس الأمر على الإنسان ولا يدري ما هو الطريق الصحيح، لأن دعاة الضلال يلبسون على الناس ويجعلونهم كأنهم في ليل، ويقلبون لهم الحق باطلا والباطل حقا. واليوم كما تعلمون الفتن ووسائل الفتن العصرية كيف يستعملها أهل الشرور، يحركونها من قريب ومن بعيد ليهلكوا بها المسلمين، فهي كقطع الليل المظلم، ولا هي فتنة واحدة، فتن. قال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا، ما قال فتنة، بل هي فتن كثيرة متتابعة وشديدة مظلمة كظلمة الليل، لا يستطيع الإنسان أن يسير على الطريق الصحيح فيها إلا من ثبته الله وصار عنده علم يعرف به الفتن. والفتن إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، أما الناس فيغترون بها، أما إذا أدبرت عرفها كل الناس، إذا أدبرت الفتن كل عرفها، لكن في إقبالها أول ما تأتي لا يعرفها إلا العلماء، أما كثير من الناس فيغترون بها ويقبلونها. يصبح الرجل مؤمنا بالله عز وجل ورسوله، ويمسي كافرا، في يوم واحد يرتد عن دينه، يصبح مؤمنا ويرتد عن دينه ويمسي كافرا والعياذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يرتد عن دينه. السبب ما هو؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا. الدنيا فتنة، وبعض الناس يعطى طمعا، إما وظيفة وإما جائزة وإما هدية أو مال مغريات، فيبيع دينه، السلعة هي الدين، يدفعه لأهل الضلال ويأخذ منهم عرض زائل من أعراض الدنيا، استبدل الأدنى بالذي هو خير، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا فيه التحذير من فتنة الدنيا. كثير من الناس يبيعون دينهم بالمناصب، بالهدايا، بالمغريات، بالرواتب، بالعطايا التي تمنحها الدول الكافرة أو دعاة الضلال، فيبيع دينه ويطيع الكفار وينخلع من الإسلام بسبب أنه أعطي طمعا دنيويا. فهذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم.